السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم. حل مشكلة إن البارتيشن مش بيكون فيه أي ملفات أو برامج زي ما احنا شايفين، سواء البرامج أو الملفات دي أنت محملها من مكان خارجي أو الملفات أنت كونتها عملت ملف داخل البارتيشن. المهم المشكلة واحدة، الملف مش بيكون متاح عندك، والمشكلة دي مش بتكون خلل ومش بتكون فيروس. احنا هنحل المشكلة دي من خلال موجه الأوامر بطريقة بسيطة. بنروح على البحث في الأسفل وبنكتب CMD عشان يظهر لنا Command Prompt، وبعدين بنروح على Run as Administrator، نضغط على Yes أو موافق، وبعدين بنكتب الأمر. بنكتب الأمر اللي ظهر أمامنا على الشاشة Check Disk، وبعدين D اسم البارتيشن، وبعدين نقطتين، وبعدين سلاش ميلة، وبعدين حرف الاف. دي ده هو اسم البارتيشن اللي هيكون فيه المشكلة اللي احنا عايزين نحلها، وبعدين بتعمل نقطتين. طبعا الدي دي انت ممكن تغيرها للسي او الاف او اي اسم بارتيشن اخر اللي فيه المشكلة، وبعدين بنضغط على انتر، وزي ما احنا شايفين تم حل المشكلة والملفات بتعود مرة تانية. طبعا لو انت عندك البارتيشن فيه بيانات او كمية بيانات كبيرة هياخد معاك وقت اطول من كده. ولو انت عايز معلومة مهمة، لو انت عايز تعمل الموضوع ده لكل البارتيشنات مرة واحدة، مش بارتيشن واحد، ولكن ده بياخد معاك وقت، وحاول انك ما تغلقش الجهاز الخاص بك اثناء ما العملية دي شغالة حتى لو هتطول. بتلغي الدي، تلغي اسم البارتيشن والنقطتين، وتخلي فقط اللي هو السلاش والاف تشيك ديسك، وبعديها مباشرة هنا سلاش اف، وبتلغي خالص، بتشيل الدي، وكده بيعمل لك نفس العملية على كل البارتيشنات والمشكلة بتتحل. يا رب يكون الشرح أفدكم.